الحياة الزوجية علاقة اجتماعية تشاركية، ومن الصعب البقاء على وتيرة واحدة إلا بذكاء وصبر وحكمة من الطرفين. ومن الأمور اللي تأثر في العلاقة عدم معرفة الزوج ببعض التفاصيل الخاصة بالزوجة، والعكس صحيح عشان نكون منصفين، واللي راح تأثر سلبا إذا ما عرفها الطرف الآخر. إيش التفاصيل اللي مهم يعرفها الزوج عن زوجته؟ أكيد يفيدنا فيها أكثر المستشار الأسري دكتور هشام العسلي. هلا وسهلا بك دكتور يا هشام. أهلا وسهلا فيك أستاذة ريم. أهلا أستاذة منصور، حياكم الله وشكرا كثيرا على الاستضافة مجددا في برنامج سيدتي. نسأل الله عز وجل أن احنا نقدر ما قدر الإمكان أن احنا ننشر الوعي في هذا الموضوع، في موضوع العلاقات الزوجية. بالضبط، يعني وإحنا دائما نتشرف بوجودك معنا يا دكتور. لي الشرف. ولكن احنا هنا معلقين، أو خلينا نقول مركزين على التفاصيل اللي المفروض يعرفها الزوج عن زوجته. هل مهم أن الزوج يعرف كل التفاصيل عن زوجته؟ وما هي هذه التفاصيل؟ طيب انت احنا لما نقول كل احنا قاعدين نعمم كده. ايوه اوكي، في تفاصيل المفترض الزوج ما يعرفها، وفي تفاصيل المفترض حاجات يعرفها، او في حاجات المفترض ان الزوج يعرفها. يعني بمعنى ايش؟ بمعنى مثلا من هم صديقاتها اللي بتروح معاهم، تتمشى معاهم، تطلع معاهم في الكوفي. طيب ضروري، زي ما هي كمان لما بتساله انت فين رايح، صح، ولا والله رايح مع فلان، ما فيها حاجه. صح، شوفي في فرق بين هو حق وواجب، وبين أن يكون في بينهم تفاهم، هي تقول له هو يقول لها. أوكي، ليس شرط أنه هو عشان بيقول لها أنت فين رايحة ومع مين طالعة، طيب عشان يطمن عليها ويعرف هي فين موجودة لا سمح الله إذا صار حاجة. أوكي، وفي فرق لما هي زي ما هو بيسألني أنا لازم أسأله. صح. إذا دخل العناد في هذا الموضوع فسدت العلاقة. صح. فلازم يكون في تفاهم. أوكي. طيب. يعني في بعض الأزواج متفاهمين، لكن لما يلاقيها مثلا اليوم مثلا مزاجها مش رايق، فين رايح، بتساله السؤال فين رايح انت اليوم، يطالع كده جاله السؤال بطريقه كده مش حلوه، يقول لها مشوار. يعني شوفي مشوار. أوف. يعني بصار عناد، بدا الموضوع انه ايه انت سالتيني بطريقه مش كويسه. صح، هي ما حقول لك. مظبوط. صح، ايوه. فهنا بيجي عاد على موضوع الحوار والتفاهم بين الزوجين، مين صديقاتك وفين رايحه، هو كيف طريقته في سؤالها، مو فين رايحه مع مين طالعة. السؤال بطريقة شك، يعني أيوة. في دائما يقول لك يا دكتور واحد منهم تفضل. صح، هو ايش يقول لك دائما؟ يقول لك انا ما يهمني انت ايش تقول، يهمني طريقتك يا كيف سلام. تقوله. ايوه، احنا يهمنا الاسلوب في عملية التعامل. طبعا لو كان في اسلوب من الزوج في انه يعرف معلومات عن زوجته، صدقني هي أكثر واحدة حتقول لك كل حاجة. طبعاً، لأنه ما حتسكت ما شاء الله تبارك الله، ويحبوا أنهم هم يقولوا كل حاجة. بس أهم شيء الأسلوب. صحيح. أوكي، وكذلك أنت أيتها المرأة أسلوبك مع الزوج. بس هنا بدي أعلق في موضوع أنه المرأة أحياناً في يعني أيام معينة أو في فقرات معينة، فترات معينة في الشهر أو خلال السنة، بيكون مزاجها غير مش مروقة. هنا حنتكلم عن الموضوع هذا يمكن لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب من الحاجات المهمة أنه هو يعرفها عن زوجته. أوكي، هذا أشياء ضرورية المفترض ما ينسكت عنها، هي المفترض هي تقول له حتى من غير ما هو يسأل. أوكي، الحمل. نعم. إذا كانت تبغى تحمل أو ما تبغى تحمل، وتاخذ مانع حمل، اوكي لازم تقول له. هذا الموضوع مشترك، مش مشترك، قرار مشترك. قرار مشترك، يا سلام عليكي. مش مفترض انه هي تمنع هذا الشيء من غير ما هو يدري، تروح تاخذ حبوب او تعمل حاجه معينه، تمام، على اساس انه تمنع الحمل لفتره معينه، اوكي، من غير ما تقول له. لازم يكون في اتفاق مشترك. يعني هذا الموضوع مره مهم. طبعا في حاجه ثانيه مره مهمه، تفضل يا سلمى. لا نبغى نسمع الشيء المهم. أيوة. دكتور في حاجة مرة مهمة أيضا، إذا كانت المرأة عاملة. نعم. وفي وظيفة، وخاصة إذا كانت هذه الوظيفة فيها اختلاط مع رجال. حلو. من الضروري جدا أنه هي الوحدة ما تخليه هو تثار الأسئلة. طبعا أنت لما بتتأخر وبتقفل جوالك، هي بيبدأ عقلها إيش يثير. طبعا فينه، ليش ما مقفل جواله، وأول ما تفتح جوالك ليش كنت مقفل جوالك. أنت كذلك أيتها المرأة لا تخلي زوجك تصير عنده علامات استفهام. طيب. إذا كان عملك فيه رجال ما يمنع، إذا جلستوا في جلسة والله اليوم كنا كذا، عملنا كذا، في صديقي الفلاني كذا، لكن أسرار العمل ليس له الحق أنه هو يتدخل فيها. أما أصدقاء العمل أو زملاء العمل
تمام؟ جيد لو انه هي افصحت عن هذا الشيء وما تخلي علامات استفهام تدور. في ايام راح تتاخر في عملها لسبب ما، من بدري تبلغه، والله في عندنا عمل في اليوم الفلاني، عندنا تكفيل ميزانية، عندنا مثلا عمل تسويقي، عندنا حاجات زي كده، في حاجات بتصير مفاجأة هذه في وقتها ما في مشكلة. لازم أيضا هنا يتعلموا كيف التفاهم لما يصير في حاجة مفاجأة. تأخر اليوم جانا ظرف طارئ ومضطرين نحن نتأخر مثلا في العمل، أوكي، حتتصل عليه وتقول له والله للسبب الفلاني اليوم أنا راح أضطر أني أنا أتأخر، سامحني، تمام، هعوضك مثلا جيتي في يوم تاني، نقعد مع بعض غدا معين، انا مش عارف ايه، حسوي لك حاجه حب. يعني طريقه تعاملاتهم الحلوه اللي المفترض تكون فيما بيناتهم، اوكي، زي ما هو مثلا علاقاتها مع اهلها وعلاقاتها مع خلينا نقول العائليه الخاصه، انا اقول لا تفصحي عنها وليس لك حق انك انت تعرفها. صحيح، امورها العائليه الخاصه. صح. طبعا. طب دكتور، الآن ما أنك أنت ذكرت موضوع جدا مهم، يعني في أشياء لازم تخبر زوجها، زملائها إلى آخره. لنفترض في سيناريو معين أنه في أحد مثلا حاول أنه يستلطف مثلا هذه الزوجة، أو قال لها مثلا كلمة بطريقة غزل مثلا. نعم. هل هنا تنصح أنه الزوجة تقول لزوجها اليوم والله أحد زملائي قال لي، ولا أحد في الشارع قال لي، ولا صاحب المحل الفلاني قال لي، ولا هنا ما تقول طالما هو ما يعني ما في شيء صار، ما صار عندها ردة فعل أكيد. جميل. لكن أنا أقصد مثل هذه المواقف أحيانا مثلا تجي تقول لزوجها تصير مشكلة. طبعا. وإذا ما قالت هي معناتها خبت، فأنت شايك؟ طيب. شوفي، من الناحية النفسية والاجتماعية أو التربوية في علم النفس التربوي، من المهم جدا في مثل هذه المواقف الطريقة اللي حتقول له هي. أوكي. يعني في زوجات مثلا بيجي زميلها في العمل تغزل فيها، او واحد في السوق تغزل فيها وكذا، تمام، والله اليوم جاء اليوم كانوا الناس يتغزلوا فيها باستفزاز باستفزاز. لا طبعا، بليز، يعني في حاجه لازم يكون في الحوار ناضج وطريقه التعامل ناضجه. اوكي حبيبي تعال، في موضوع مره مهم انا بقول لك، هو ترى انا ما بقول لك الا لانك انت اكثر واحد حتقدر تساعدني كيف أنا أتعامل في مثل هذه المواقف. ممتاز. لأنه ثقتي فيك كبيرة وتعزز هذا الشيء فيه، مش تقول له هي بحيث إن هي تستنقص منه. أنت الحمد لله مكفيني وما أنت منقص علي حاجة. واحد من زملاء العمل والله وجاء وحاول يتغزل فيه بطريقة معينة، أنا وقفته عند حده بس ما حبيت أسوي مشكلة، وباخذ رأيك هل أشتكي الآن للمدير أو أستنى إذا هو مثلاً عمل حاجة معينة؟ إيش رأيك يا قلبي؟ إيش رأيك يا حبيبي؟ سلام. تمام؟ هذا الأسلوب هو يبدأ هنا يعني يحافظ عليها، عارف إنه هي ما بتخبي عليه شيء، يثق فيها. على فكرة لو هو سمع من برا أو هو أو هي قالت له بعدين، والله من زمان هذا كان يتغزل فيه وليه ما قلتي لي البداية، هنا حتصير حتكبر المشكلة. صح. فالأفضل من البداية، ولكن اعتمدوا الأسلوب الأمثل، كيف أنا أطرح الموضوع بحيث أني ما أثير غيرته، بحيث أني أنا ما أعمل مشكلة، وبحيث أني أنا في نفس الوقت أكون يعني مأطر المشكلة عشان ما تكبر. خاصة إذا كانت هي تعرف شخصية أنه هو مثلا من النوع مثلا الغيور مرة، ها لازم تعرف كيف تطرح له الموضوع عشان ما يروح والله تاني يوم قاعد له عند باب المكتب وتعالى يا فلان ويمسكوا ويرنوا علقه ومدري ايه ويصير مشاكل والحاجات هذه كلها. ايوه الرجل غيور، يعني لازم تقول له، لازم تقول بس بالطريقه المناسبه، الاسلوب المناسب. نعم. أوكي. لازم تقول له. نعم. في حاجه مره مهمه حقيقي، انا يعني واتمنى الرجال يسمعوني هنا ارجوك، خاصة وهذا الموضوع يعني طرح عندي في سناب وفي التيك توك مرة كثير وطلبوا مني أنا أتكلم في هذا الموضوع، سبحان الله جاء الموقف المناسب اللي أنا أتكلم فيه. حمل الزوجة بعد ما تحمل، أرجوك أيها الزوج اسمع وركز معايا الآن، زوجتك لما بتحمل من الضروري جدا أنك أنت ترعاها وتهتم فيها وتحتويها خلال فترة 9 شهور، خاصة الشهرين الأولى أو 3 أشهر الأولى وآخر شهر ونص أو آخر شهر.
الفترة المنتصف هذه بتكون عادية رايقة، لكن في الفترة الأولى والفترة الأخيرة المرأة هنا بيصير عندها تغيرات جسدية، تمام؟ وأي تغيير في الجسد بيأثر على نفسيتها تجاه الزوج، وبتحاول إن هي تصير ترتبك وتخبي ومدري إيه ومن الكلام هذا، نفسيتها بتتعب، غير كمان حملها اللي بتعبها، غير تغييرات نظام أكلها، غير كمان تغييراتها المزاجية، أشياء كثيرة بتأثر عليها. أرجوك 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 أيها الزوج، تبغى تصير أب خليك رجال على قد الكلمة هذه. أي نعم، وتكون أب خليك رجال على قد الكلمة هذه. احتوي زوجتك، حاول بالكلام الجميل، اصنع لها أكلة هي تحبها، أوكي؟ حتغير لك كل نظام الأكل، حتغير لك كل نظام البيت، حتغير لك كل نظام النوم. طبيعي، تقبل هذه التغييرات، نومها حيتغير طبعا، طريقة ترتيبها للبيت حتتغير. لا تقول أنت كنت تسوي ودحين ما عاد تسوي، والله لا أتزوج عليك ويروح. أيوة، فهمت عليك؟ لا، فترة الحمل هذه هنا الرجل الناضج هو اللي يقدر يحتوي الموقف بالشكل الصحيح. بس أنا بقول برضو أن الحريم ترى لا تدللي مرة، يعني خلاص، يعني أنت كمان والله تدلع تسعة أشهر، حقها حقها، ما بنقول بس مو مرة عشان بقول لك الكلام، عشان بقول الكلام ده تقومي أنت إيه تفردي رجولك هذا ويدينك. أنت كمان برضو حاولي بقدر الإمكان أنك تحتوي، لكن أنا أقول الدور الأكبر هنا على الرجل، أوكي؟ يدلعها، يدللها، يحتويها، يقول لها كلام حلو. أقول لك إيش يمنع، إيش يمنع أنه يروح يشتري لها شوز طبي كده عشان الحمل، عشان ظهرها، أوكي؟ ويجي وهي جالسة زي كده يقول لها جبت لك هدية، ويجي يقعد كده عند الكنبة ويمسك رجلها ويلبسها الشوز. يا سلام، الله، طبي عشان ظهرك يا قلبي، عشان ظهرك، أنا يهمني صحتك، ويحط كده إذنه على بطنها كده يبوس بطنها، يحسسها بالاحتواء هذا. المرأة في هذه المرحلة تحتاج فعلا هذا الاحتواء. صح. آخر شهر، آخر شهر هذا عاد هنا أصعب شهر، أصعب شهر هذا وأطول شهر، وبعدين الحمل خلق يعني مع الولادة، يعني هنا الفترة هذه أنت تحتاج لازم تكون سوبرمان يا أخي. ترى هي سهلة، المرأة إيش تحتاج بعد الولادة يا أخي؟ تسوي لها حلبة، غليها على ملعقة عسل واعطيها، أمسك البيبي شوية وهي أمسك تأخذ البيبي. نومة، غير له حفاضة، غير له، غير له حفايض. صح يا أخي، الأيام هذه، الأيام هذه إن ما كنت تستمتع فيها وانت بتغير حفايض وانت بتمسك البيبي وانت وهي كل شيء تعمل، كل شيء تعمل في البيت، أوكي؟ اعمل كل شيء، ليس فقط من أجل إنه والله شوفي أنا دللتك، لا، انت هذا واجب عليك من قلب، لازم يطلع من قلبه. صح. عشان هي لما تحس بهذا الشيء والله راح تفديه بعمرها كله. صح كلام، لما تحس انه الشيء صادر كده من قلبه، اوكي، يجي بدري مثلا او ياخذ يوم اجازه يطبخ له طبخه ولا حاجه هي تحبها او كذا او الى اخره. ترى على فكره هي حاجات بسيطه لو سواها الرجل، اوكي، فعليا المراه هنا راح تتحول الى مراه حديديه، وراح تندب كده فيها طاقه غير عاديه، وترجع وتقوم وتهتم وتطبخ وتسوي و و و الى اخره. صح كلامك دكتور، بس وقت ما تلاقيها تعبانه ارجو اهتم فيها. حلو حلو دكتور، يعني كلام مره صح وسليم، ونتمنى انه نداءك هذا وصل للرجال يا رب. طيب، بما اننا بنتكلم على التقلبات المزاجيه اللي بتمر فيها المراه خصوصا في فتره الحمل وكذا، كمان في تقلبات مزاجيه بسبب الهرمونات شهريه تعيشها المراه، وهذا الشيء خارج عن يدها. انا هنا راح اخلع النظاره. ايوه. قبل كم يوم سألني هذا السؤال واحد، وقال لي يا دكتور الفترة الحمل هذه، فترة الدورة الشهرية يا أخي بتجنن الحرمة فيها، وأنا إنسان عصبي ما أتحمل، إيش أسوي يا دكتور؟ قلت له يا أخي عادي، أنت تعرف متى تجيك الدورة؟ قال والله ما أعرف. قلت له يا أخي ترى سهل جدا، أسألها من غير ما يسألها المفترض الرجل. شو أنا أتكلم عن الرجل، نعم. أنا لا أتكلم عن الذكر، أنا أتكلم عن الرجل. بمجرد أسئلة معينة هي بتسألك فيها بطريقة معينة، أوكي، وتعبير وجه، المفترض يعرف أنه هي قربت، باقي لها يومين ثلاثة وتجيها الدورة الشهرية. والله هذا الرجل اللي اسمه رجل، يعني إيه؟ يعني إنسان متزوج من امرأة يحبها
وتحبه المفترض، يعرف كل شيء فيها ويعرف كل شيء عنها، يعرف تغيراتها الفسيولوجية، يعرف تغير مزاجها، يعرف انه مثلا طلعت لها حبوب، يعرف والله انه من نومتها قامت في اخر الليل وهي متوترة ومش عارف ايه ومن الكلام ده، المفترض يعرف انه خلص بدأت، يجي يقول لها ها قربت ايوه ما في مشكلة يعني، او من غير ما يقول لها اقول لك يروح الصيدلية يجيب لها البتاع ده احتياجاتها أوكي. الخاصة. اي احتياجاتها الخاصة طيب. اوكي مع بوكيه ورد مع بوكيه ورد لا يا دكتور مع بوكيه ورد مرة واحدة يا دكتور. والله ايوه يا اخي احنا بنتكلم عن الرجل لا نتكلم عن الذكر، الرجل اللي يحبها اللي مو تزوج عشان نعم. بس يجيب عيال كل شهر بوكيه ورد غير عيد الميلاد وغير لا 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 شفت انت مشكلتكم كده عشان بنسوي لكم عادة تقوموا انتم تفردوا رجليكم وتحطوها في البحر، هو مو كل يوم مو كل شهر مو كل حاجة لو مرة واحدة في حياته صدقني لو كل ست شهور سواها مرة نحب الشوكولاتة علبة شوكولاتة غالية لذيذة كده يا سلام اقول لك حبة سنيكرز يا سلام والله العظيم شوفي اخذها بس انا تعالي كلي ايس كريم تمام عشان يغير المزاج طبعاً أوكي؟ طبعاً. اعرف واحد كنت اتكلم معاه وكان حاضر معانا في جلسه وكنت اتكلم عن هذا الموضوع يقول لي والله يا دكتور زوجتي صارت تتلخبط متى حتجيها الدوره صارت ما تعرف انه الدوره جاء حتى فتره الدوره ما تحس باي توتر من كتر ما انا كده يقول من كتر ما انا صرت يعني احتويها بالشكل الكامل صار التوتر اللي جيها هو على طول ايه زي المغناطيس يشفط وهي ما تشعر انه جاتها الدوره شوفي لاي درجه حلو ايوه ضروري جدا الرجل وارجع واكد انا دائما كلمه الرجل يعرف هذه التفاصيل عن زوجته صح طب في تفاصيل الرجل احيانا يشعر بالحق بانه يخبي عليها زي ايش يا دكتور انت يعني هو يخبيها عنها يقول يعني انه ما له داعي ما ابغى مثلا ازعلها اشياء بقصد واشياء من غير قصد يعني ايش زي ايش الاشياء اللي ممكن يكون مسموح للرجل انه ما يقول لها تغزلت في زميلته ما شاء الله توك تقول يا دكتور لازم هي تقول للحين هو صار ما يقول لها مو شوفي احنا لا العدل لازم نعدل انا حقول لك على حاجه اذا احنا حنطلع وناخذ النديه حتصير مشكله لا مش نديه هذه صراحه وشفافيه حلو اذا تغزلت في زوجته المراه ما تتقبل انه يعني انه تسمح بوجوده في مكان خاصة اللي تحبه طبعا المرأة وانا اتكلم عن المرأة وليس فقط زوجة عشان مكتوب في عقد نكاح لا. المرأة اللي تحب وتغار اوكي ما حتقبل تواجده في مكان في ناس بيتغزلوا فيه صح ولا لا فهو هنا حفاظا على مشاعرها هو يتعامل مع الموضوع ويقفل الموضوع ولا كأنه شيء صار وخلاص ولا يقول لها إيه يعني لها؟ أفهم من كلامك دكتور لا أفهم من كلامك أن المرأة لازم تقول زوجها في حال أحد اتغزل فيها والرجل ما يقول إذا في أحد اتغزل هو فيه هو سندها مو هي سنده ليش أنا ما عجبني الموضوع اسمع الحين مين السند للتاني مش الرجل دائما بيقول سند للمرأة احنا سند لبعض احنا شريكين وسندين لبعض طيب إذا كانت هي ما بتشتغل مين بيسند الثاني وإذا كان هو ما بيشتغل أنا بسنده برضو هذا إذا في حال تاني بس هو شوفي نرجع لموضوع الاتفاق فيه بين الاثنين لكن أنا يعني نصيحتي كرجل أخصائي في هذا الموضوع الرجل مش مفترض أنه يفصح عن هذا الموضوع ليش؟ علشان يحافظ عليها ما تقعد كل شوية قابلتك لا بس هو كمان لازم يكون رجل زي ما انت بتقول يا دكتور يعني هو يكون رجل يعني هو خلاص انا واثقه في زوجي هو حيوقف اي وحده عند حدها تجي تسوي سلام. حاجه غلط حلو هنا بنيجي لمرحله اعلى جدا اللي هو الرجل الناضج والمراه الناضجه مزبوط. اللي هو لو جاء وجلس معاها وفي وقت مناسب وحوار تعرف يا قلبي يا اخي انا احمد الله عز وجل اوكي انه ربنا اعطاني اياكي قد ما بلاقي احيانا في بنات بيحاولوا انهم هم يعني يتغزلوا او كذا تيجي صوره اليوم الفلاني وانا قاعد معاكي يا سلام واحنا قاعدين في المطعم الفلاني واحنا قاعدين دحين في الجلسه الحلوه هذه وسط الشموع الجميله هذه تمام انت بصراحه كل ما بتيجي وحده والاقيكي مقابلها ايش الفرق الشاسع اللي بينك وبينهم ذاك اليوم والله قاعد في المكتب وجات فلان واحدة كده بتتحاول تتكلم لكن عديتها على راسها حلو وما ليكي ترى علي أنا أقدر أحمي نفسي وأحمي يعني حياتنا
من أي تدخلات خارجية. الحوار الأسلوب إذا كان لازم، لكن ما تجبره. أوكي، أعلم جيدا أنه هي لو عرفت من برا، والنساء خطيرات صح، إذا واحدة حطت عينها على واحد ممكن تروح تفسد بيته عشان تاخده صح، أو تفسد بيته عشان هو ما قدرت تحصل عليه مثلا. تحصل للأسف. أوكي صح، فهو جميل أنه يحوط نفسه ويعني وينقذ نفسه قبل ما تصير المشكلة. أنه هو يقول لها، لو قال لها هذا خير، بس كيف حيقول لها؟ يجي هنا على الطريقة والأسلوب. طبعا خلاص اتفقنا انا وانت؟ خلاص اتفقنا، متفقين. اي متفقين. طيب مره ممتاز، الحمد لله رب العالمين. اي ترى على فكره هذا الموضوع شائك صح. يعني اقول لها ما اقول لها؟ طبعا لو قلت لها هي مجنونه وهي عقلها يطير وهي تسوي وتعمل وكذا. الاسلوب يا اخي يفرق، الاسلوب طبعاً. في الوقت، متى الوقت المناسب؟ هل هو في غرفه النوم؟ هل هو وانتم جالسين مع بعض في الصالون؟ هل هي مرتاحه؟ تجيها والله قبل الدوره بيوم ولا بيومين ولا اول يوم الدوره وتقول لها والله زميلتي كانت هي، مين يحل المشكله هذه؟ صح. يعني انت كانت تتغزل فيا. صحيح صحيح. مين يحل المشكله هذه دحين؟ ولا ولا لو جبنا الدفاع المدني كله ما يطفي النار اللي حتطلع في البيت. طبعا دكتور هشام، انا ودي بس بسؤال على السريع بس نجاوب عليه قبل ما نختم هذه الفقره. متى تفقد الثقه بين الزوجين في موضوع الاشياء اللي احنا نقولها والاشياء اللي احنا نخبيها والى اخره؟ تفقد الثقه بين الزوجين أو زرع الشك، يعني تقصدي هل هو نفس الموضوع؟ نعم. عندما يحصل الموقف هي نبهته أنه ما يسوي وهو نبهها أن هي ما تسوي وصار من غير ما أحد الطرفين يقول للثاني صح، اكتشفوا من خارج لهذا. نعم. هنا خلينا نقول يزرع الشك وتقل الثقة وممكن تنهدم الحياة الزوجية، ممكن يحصل طلاق. نعم. أوكي؟ ولكن في حلول. أنا دائما يعني أطمئن جميع الناس إنه ما في مشكلة ما لها حل. أكيد. هو مشكلة الثقة والشك هي أكبر مشكلة في أي علاقة زوجية. طبعا. ولكن لها حلول ولها علاجات. من السهل لو تعلموها إنهم هم يعالجوا هذه المشكلة. دكتور هشام العسلي، ما تتخيل قد ايش انبسطنا في هذه الفقره واستفدنا كثير. الله. شكرا لك وشكرا لتواجدك. يا رب يسعدك، يا رب يعطيكم العافيه، اهلا وسهلا. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل مستقبل الفنون القتاليه النسائيه بالمملكه.